تحية طيبة لكم مشاهدينا، نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية، والبداية مع أبرز العناوين. إدارة الديوانية تقيل حازم صالح وتسمي سعد حافظ مدربا للفريق. وزارة الشباب والرياضة تقيم مؤتمرا لتطوير مراكز الموهبة الرياضية. المنتخب الوطني بكرة السلة يواصل تدريباته استعدادا لإكمال تصفيات كأس آسيا. أهلا بكم من جديد. قال رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي لبرنامج الكابتن أن إقالة مدرب الفريق حازم صالح بناء على تقارير من المستشارين الفنيين بعد انتهاء المعسكرين في بغداد ومصر، فيما بين العنكوشي أن خيار المدرب حكيم شاكر قائم، لكن الفترة المتبقية لانطلاق الدوري لا تكفي للتعاقد مع الجنرال. صراحة جانا تقرير عبارة عن موضوعين من شخصين، هو من مشرف الفريق زائدا من رئيس مستشارين نادي الديوانيه اللي هو المحاضر الاسيوي استاذ حميد الخيف. وبصراحه تم تشخيص اخطاء عديده بالوحدات التدريبيه بالتفاصيل بخطوات الكادر التدريبي بخطوات المدرب المحترم حازم صالح، وتم اتخاذ القرار بتغيير الكادر التدريبي خدمه للديوانيه وخدمه بصراحه للمستقبل اللي يطمح لرئيس النادي وجمهور الديواني. فاحنا صار كان عندنا تو تشويس، كان عندنا خيارين. الخيار الاول هو الكابتن الحبيب والعزيز حكيم شاكر، وبصراحه احنا كابتن حكيم ما اعتذر من عندنا، كابتن حكيم انا اعتبره جزء وايقونه وعزيز علي شخصيا. لكن بصراحه وجهه نظر فنيه انه بعد 4 ايام لمباراتنا مع النجف كابتن حكيم حتى من نكمل اجراءات بروتوكول التعاقد والتفاصيل، وللعلم كابتن حكيم هو اضافه كبيره للديوانيه ولنادينا وحتى لاعبينا بصراحه، لان اسم محترم واسم عريق وشخصيه مهنيه وانسان فني وهو جنرال كره القدم انا اعتبره بالوقت الحالي كمدرب. لكن وجهه النظر الفنيه عند نادي الديوانيه انه كابتن سعد حافظ هو المستشار الفني للنادي. ثانيا كابتن سعد حافظ اليوم هو الشخص اللي قريب على جميع اللاعبين، هو قريب على تفاصيل اللاعبين، على يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف. احنا انا تفاوضت شخصيا مع كابتن حكيم. طيب. والتقيت وياه قبل اسبوعين او اكثر في فندق بابل. كابتن حكيم ايقونه واستاذ وحبيب ومحترم، الرجل ابدى رغبه ان يكون جزء من النادي، جزء من مشروع العنكوشي، ومشروع العنكوشي يحتاج شخصيه محترمه مثل كابتن حكيم شاكر. بصراحه احنا انا ما قبلت انه اظلم الكابتن حازم صالح، وانا حكيت له بصراحه قلت له انا جلست مع الكابتن حكيم شاكر واحنا عندنا رغبه بالتعاقد مع كابتن حكيم شاكر، لكن انا اعطيك فرصه ليش؟ ما اريد اظلمك. هذا وقال المدرب المقال حازم صالح ان سبب اقالتي هو عدم اعطائه المجال لاي احد للتدخل بعمله، واكد رئيس النادي تحول الى مدرب داخل المستطيل الاخضر، وبين ان راتب اللاعب المحلي في الديوانيه اقل من 1,000,000 دينار عراقي. هذه الامانه اقالتي لان ما اعطيت مجال لاي واحد، وامتلك دليل على موجود لعدنا، انا اتمنى كان اتصال واطلع لك الدليل. رئيس النادي تحول من رئيس نادي بفضل المستشار الى 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 مدرب من المعيد، من المعيد رئيس نادي دخل بامور فنيه، واذا قلت لك اذا مدرب يسمح بين تخريج العمل الفني او غير امور فهذا مدرب، لا يدرب. انا اول شيء اقول لك شغله، مطلب شاغل يرسلني رئيس النادي تشكيله، يعني يرسل تشكيله وارفضها للامانه. بعدين راح اقول لك شغله، من اسباب الاقاله يعني بالمعسكر ارادوا يقيمون مساعد مدرب لتصرف انا ما وافقت، والاداره جلسة سلاله يعني قالوا قيمك تبقى. من مساعد المدرب سعيد محسن؟ لا عبد الزهر ولاعبين الديوانيه بسكن هم يعني يركبون للامانه، انا قريب عليهم حتى يعني تركيبه يعني من يسوي
يعني اكل لحم وادي. شلون ايش قد الراتب؟ ايش قد الراتب للاعب المحلي في الديوانيه؟ راتبه مليون وقت الله. مليون مليون عندي لاعبين الديوانيه اقل من مليون، ولاعبين من بغداد اكل مليون وقت الله نور الله وقت الله نور. اعلى واحد وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي الرياضي أحمد العلوجي. أهلا بك. أستاذ أحمد تسمعني؟ ونرجع ونعود الاتصال. أقامت أيضا وزارة الشباب والرياضة المؤتمر العام لتطوير مراكز الموهبة الرياضية، وبتوجيه مباشر من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي في الجامعة المستنصرية، من أجل تطوير واقع الرياضة واستمرارها في معانقة الإنجازات. وطرح في المؤتمر مواضيع ومقترحات تعمل على تطوير الرياضة في جميع المجالات، وبحضور وزير الشباب والرياضة وشخصيات رياضية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي والاتحادات والأندية. نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي حدث في أرجاء المعمورة، بات من الضروري للبلدان كافة أن تبحر في سفينة المعرفة. ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي في مواكبة التطور ولأجل بناء جيل رياضي جديد وفق الرؤى والأسس العلمية المتطورة، بعد أن حدث قطع في تواصل الأجيال الرياضية وانتشار العشوائية وتزوير الأعمار، فإن وزارة الشباب والرياضة سعت إلى تأسيس مشاريعها في صناعة هذه الأجيال لتحقيق الإنجاز العالي. ومن هنا نعلن عن مشروعنا الجديد، مشروع رؤية الإنجاز العالي، كمشروع وطني كبير تتوحد فيه جهود الجميع لتحقيق الإنجاز العالي على المستوى العالمي والأولمبي، والذي طال انتظاره طويلا، وهو خلاصة المواهب من المستوى الأول ليكون بآلية عالية في الدقة والرعاية عما سبق، حيث استقطاب الخبرات الأجنبية من مدربين وفنيين ودمجها بالكفاءات العلمية والفنية العراقية واستخدام التكنولوجيا والأجهزة المتطورة وتوفير المختبرات التخصصية والرعاية الكاملة. وهي تجربة علمية جديدة في بناء الرياضة العراقية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا مراسل العراقية الرياضية أنور صباح. أهلا بك في نشرة الواحدة. اهلا بك انور. انور حدثنا عن الاجواء العامه للمؤتمر التطويري، تفضل. الكل يعرف بان القناه العراقيه الرياضيه قناه وطن هي سباقه في نقل الاحداث الرياضيه. اليوم كانت متواجده في الجامعه المستنصريه لتغطيه مؤتمر او جلسه حواريه يضم المؤتمر العام لتطوير مراكز الموهبه الرياضيه، خطوه جدا مهمه من وزاره الشباب والرياضه الالتفات لهذه المراكز. مثل ما تعرفون اليوم احنا عندنا مراكز كثيره في البلد، ولكن تعاني الكثير من الاموال. اليوم اذا اريد ان اضيف واقعنا الرياضي لازم يكون التفات جاده لهذه المراكز لاستقطاب الموهوبين وزجهم في العمليه الرياضيه ورد الانديه والمنتخبات في هذه المواقع. نعم، طيب انور، ما هي اهم القضايا التي طرحت هذا اليوم خلال المؤتمر؟ بالمناسبه اليوم حضور كبير وشخصيات مرموقه بالجانب الرياضي وكذلك الجانب التربوي، طرحت الكثير من المواضيع والمقترحات اللي تصب في خدمه الرياضه العراقيه وتنمي دور الفئات العمريه والموهوبين.
وهناك مجموعه من البعوث طلبت الضوء عليها وزاره الشباب والرياضه وهي بطور الدراسه وبمشاركه قبل المختصين والمعنيين بهذا الموضوع للوصول الى مواضيع ترتقي بواقع الرياضه العراقيه. نعم، طيب ما هي النتائج التي توصل لها المؤتمر بعد انتهائه؟ جمله من المواضيع طرحت في هذا المؤتمر، ومثل ما قلنا هناك دراسات مستفيضه وهناك دراسات قيد الدراسه والتطوير، وسوف تكون نتائجها ان شاء الله في الايام المقبله من خلال العمل الرياضي. شكرا لك أنوار، كنت معنا في نشرة أخبار الساعة الواحدة. وأيضا أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي جدول توقيتات مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وسيفتتح الموسم الجديد في 25 من الشهر الجاري بلقاء القمة بين فريقي الشرطة والزوراء في ملعب الشعب الدولي، فيما سيشهد اليوم نفسه إقامة 4 مباريات أخرى، حيث سيتقابل القوة الجوية والكهرباء ويستضيف الديوانية فريق النجف فيما يحل السماء وضيفا ثقيلا على نفط الوسط، ويستضيف الميناء نادي الحدود على ملعب الفيحاء في البصرة. هذا وقررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم إقامة مباراة الديوانية والنجف على ملعب الأول بدلا من ملعب كربلاء الدولي ضمن إطار الجولة الأولى من مباريات دوري الكرة الممتاز في الساعة 3 من يوم الأحد المقبل. وذكر بيان للهيئة أنه تم تقديم موعد مباراة القوة الجوية والكهرباء إلى الساعة 7 مساء على ملعب الشعب الدولي بدلا من الساعة 6 من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية لإجراء مباراتين على الملعب ذاته وفي اليوم نفسه، مشيرا إلى أن جميع المباريات ستقام من دون جمهور التزاما بقرارات خلية الأزمة الحكومية. وبالعودة للاتصال والحديث أكثر عن الموضوع الـ أيضا الذي كان في المؤتمر، ينضم معنا الصحفي الرياضي أحمد العلوجي. أهلا بك. أهلا بك سارة، أنا أحمد العلوجي مو العلوجي. أهلا بك. طيب ما هي قراءتك حول إقالة مدرب نادي الديوانية قبل 5 أيام من انطلاق الدوري؟ تفضل. يعني بالتاكيد هي يعني كصحافه مستقرانه هذا الامر منذ يعني اكثر من شهر. تعلمين اليوم نادي الديوانيه قبل فترات يعني قليله هو من الانديه المعدومه فنيا وماليا وعلى مستوى النتائج وحتى بالبنيه التحتيه. اليوم عندما تكون هناك يعني نقله نوعيه ونقله كبيره وطفره من لا شيء الى شيء، اكيد تحدث هناك يعني امور يعني ربما تكون هي طبيعيه وبديهيه. ايضا عمليه استقرانه لاقاله الكابتن حازم صالح وهو مدرب الفريق منذ انعقاد المؤتمر الصحفي للسيد العنكوشي في بغداد، عندما غاب المدرب عن هذا المؤتمر سيما انه هذا المؤتمر كان مختص بتقديم اللاعبين المحترفين، سالنا العنكوشي عن سبب الغياب، ربما كانت اجوبته غير مقنعه بالنسبه لنا كصحافه يعني رياضيه ومهتمين بالشان الفني، وايضا كانت هناك كثير من الاسئله ربما وددنا طرحها على السيد او الكابتن حازم صالح فيما يتعلق بالمحترفين وكيفيه اختيارهم ومتى شاهدهم، ما هي الانديه التي لعبوا فيها خارج يعني البلد عندما كانوا محترفين، وبالتالي هذا الامر ربما يعني كانت اوليات لاقاله السيد حازم صالح. ايضا قضيه اخرى قد تكون مهمه، هناك يعني قضيه المستشارين في
النادي الديوانية أو فريق الديوانية. هناك يعني مستشارين كبار على مستوى يعني الجانب الفني والجانب النظري. أيضا هذه الثقافة نفقدها في الأندية العراقية حتى على مستوى المنتخبات الوطنية. يعني هذه ثقافة معدومة. ربما شعر السيد حازم صالح أن هناك ضغوط تمارس من قبل المستشارين وأيضا من قبل يعني الموجودين يعني من في الكابينة التدريبية وأيضا الفنية. طيب أستاذ أحمد المدرب نعم. طيب أستاذ أحمد المدرب المقال أكد على عدم الاهتمام باللاعبين المحليين من الناحية المالية، رأيك حول هذا الموضوع تفضل. يعني على مستوى نادي الديوانية ربما الأمر لا زال خافيا فيما يتعلق بالجوانب المالية، لسنا يعني مختصين بهذا الجانب، بنتحدث عن جانب فني. أيضا حتى يعني كثير من الأقاويل والأحاديث تحدثت حتى عن الجانب المالي للمحترفين الأربعة الموجودين. هناك من يتحدث عن 1,000,000 يورو كما يعني أعلنها السيد العنكوشي، وهناك من يتحدث عن ربما 20,000 دولار و30,000 دولار للاعب الواحد. ايضا هناك يعني تضارب بالتصريحات وتضارب بالمعلومات فيما يتعلق بالجانب المالي سواء للمحترفين وايضا للمحليين. هذا ليس يعني ربما يعني قد يكون سبب رئيسي لاقاله السيد حازم صالح، لكن انا اعتقد يعني الضغوطات وايضا جانب المحترفين ربما عدم قناعة المدرب بالجانب الفني للمحترفين وأيضا في بعض اللاعبين، تدخلات ربما السيد العنكوشي كما عنها السيد حارم يوم أمس في أحد البرامج الرياضية، عن هناك تدخلات وهناك من يرسم التشكيلة التدريبية والفنية للفريق. طيب هل سينافس نادي الديوانية بقوة كما صرح مدير النادي قبل أيام بعد هذه الإقالة؟ يعني اليوم يعني تواجد السيد الكابتن سعد حافظ وهو الان بديلا عن السيد حازم صالح. انا اعتقد الديوانية لحد الان مجرد جانب اعلامي وجانب صوري، لم يخوض اي مباريات قويه حتى في معسكر التدريب في مصر، لعب مع فريق من الانديه الدرجه الثالثه المصريه، ايضا في بغداد تعادل مع نادي امات بغداد، وكذلك يعني الجانب الفني غير واضح. يعني ربما نشهد او نستقرأ الامر في اول مباراه او مباراتين لفريق الديوانيه في الدوري الممتاز بعد 5 ايام. هنا يعني توضح كل الصوره فيما يتعلق بنادي الديوانيه. نعم. طيب استاذ احمد شكرا لك ولانضمامك معنا في نشره اخبار الساعه الواحده. وايضا تغلب نادي الزورة الكروي وديا على أمانة بغداد بهدف نظيف في المباراة التي استضافها ملعبه الأخير استعدادا لانطلاق الدوري الكروي الممتاز. أرشد العطار والتفاصيل نتابع. لكرة القدم وديا على فريق هندرين بهدف نظيف سجله اللاعب فرحان شكور ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الكروي الممتاز. هاي اخر مباراه تجريبيه كاعداد للدوري ان شاء الله. بالنسبه للمحترفين يعني هم قاعدين مثل اللاعبين العراقيين الموجودين بسبب الكورونا، يراد له يعني بعد يراد له وقت خاصه من مستوى اللياقه البدنيه ان شاء الله، بس ان شاء الله نشتغل وياهم احنا اضافي حتى نقدر يعني نقوم اعدادهم بشكل صحيح للمباراه الاولى ان شاء الله. كان مفترض ان يتم تمديد بدايه انطلاق الدوري 5 الى 10 ايام اخرى حتى يكون الفريق بيتم جاهزه. كما تعرف بان وصول محترفين متاخر الى نادي اربيل يعني واضح بان اللاعبين يحتاجون بعض وقت لغرض انسجام وايضا لغرض رفع لياقتهم البدنيه، ولكن بشكل عام نحن كان فريق راضين على الاعداد اللي صار للفريق من قبل المدرب، حيث تم توظيف اللاعبين بشكل صحيح في مراكز لعبهم، وكذلك يعني تقريبا وصول الى طريقه اللعب اللي يناسب الفريق من قبل المدرب، وايضا صارت هنالك انسجام واضح بين اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من الفريق الثاني، وكذلك اللاعبين الجدد الذين التحقوا بصفوف نادي اربيل. مباراه سيدي طوال عمري ما ودي منذ فتره قصيره باشرنا بتدريبات الفريق
الفريق للوصول للجاهزية التامة. هذه المباراة الأولى لنا، لعبنا المباراة كي نعرف خطوط الضعف في الفريق. قدمنا أداء جيدا وحددنا نقاط الضعف، وسنعمل على إعداد الفريق للدخول في منافسات دوري كردستان بكرة القدم. هذا وأعرب المحترف التونسي المنضم حديثا لصفوف نادي أربيل عن سعادته بالانضمام للفريق، معربا في حديث للعراقية الرياضية عن تطلعه بتحقيق نتائج إيجابية مع أربيل في الدوري الممتاز. والله هذه عائلة ثانية، تجربة جديدة، بس أنا عندي 3 أيام هنا في العراق، لقيتهم زي عائلة في النادي، كلهم مرحبوا بي، حسن التعامل مع اللاعبين والإطار الفني والإطار الطبي ورئيس النادي والمسؤولين، لقيت رحاب كثير من الجماهير. إن شاء الله نكون في حسن الظن، حسن الثقة، وإن شاء الله نقدم الإضافة للنادي إن شاء الله. والله دوري العراقي زي دوري التونسي، في حماس كثير وفي جماهير معنا، ضغط كثير من برا وفي الملعب، حتكون حماس كثير في الدور، وحتشوف احنا في المقابلة الودية معناها في ما يفرق شيء على الدوري التونسي، وفي روح كثيرة في الملعب، وإن شاء الله نكون حاضرين 100% ونفرحوا الجماهير ونكونوا في حسن الظن إن شاء الله. طموحي أنا كأجنبي جاي هنا أقدم الإضافة ونرفع النادي في المستوى اللي يليق به، وعنا معنا طموح كبير وعنا ثقة في النفس، وإن شاء الله نكون في حسن الظن، وإن شاء الله عنا طموح كبير إن شاء الله. وبعد أن اعتمد مؤخرا كمدرب لنادي الناصرية، أحمد دحام يغادر النادي وسط جو يسوده الغموض عن الأسباب التي دفعت المدرب لمغادرة النادي. نتابع مع أحمد يوسف. سرعان ما تبخرت الأحلام وذابت الوعود وعاد القلق يهيمن على قلوب وعقول مشجعي نادي الناصرية الكروي بعد المغادرة المفاجئة للمدرب أحمد دحام الذي سمته الهيئة الإدارية مدربا للفريق خلال الدور التأهيلي المقبل. كابتن أحمد دحام نتمنى أن يستمر ويوفق واستبشرنا خير فيه، لكن كان من المفترض أيضا يوضح أسباب الغياب. هناك غموض في عملية خروج مدرب نادي الناصرية الكابتن أحمد دحام من النادي. الغموض اكتنف أنه لم يخرج أي عضو هيئة إدارية من النادي يبرر هذا الخروج مالته. بداية شهر أيلول الماضي كان تاريخ التعاقد بين المدرب والنادي الذي لم يستمر إلا أيام معدودة. بعدها غادر دحام النادي في أجواء غامضة وسط رفض أي من أعضاء النادي الإدلاء بأي معلومة حول الموضوع. يقودون رياضة الناصرية 3 مجاميع من الجماهير، كل مجموعة لها رأي. الإدارة متمثلة بشخص حج حسان وحده، وهو اللي يدفع حكومة دعم مالي ماكو، والرجل هم ما قصر بالدفع بس ماكو من يسانده. لو أكو هيئة إدارية حقيقية واجتمعت وسوت وفيد وزارت بعض الأخوة الميسورين والتجار لكانوا شكلوا هيئة عامة تقود الناصرية إلى بر الأمان. هاي الوجوه بالنسبة للرياضيين، الوجوه هاي قاعد داور نفسه من 2003 ولحد هذا يومك، ما كل إنجاز للرياضة. ويذكر أن دحام كان قد أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال توقيعه العقد بأن النادي وفر له كل متطلباته، واعدا بتحقيق ما تصبو إليه الجماهير. في ظل هذه الأحداث فيبدو أن أحلام وتطلعات جماهير نادي الناصرية لموسم أفضل ستكون في مهب الريح. من الناصري أحمد يونس، العراقية الرياضية. ويواصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة السلة تدريباتهم استعدادا لإكمال تصفيات كأس آسيا. أحمد ياسين والتفاصيل. المنتخب العراقي لكرة السلة خسر المباراتين السابقتين لتصفيات كأس آسيا والمؤهلة لكأس العالم، الأولى كانت مع لبنان والثانية مع الهند في بغداد. يضاف لهذه المجموعة المنتخب البحريني. لاعبو المنتخب يستمرون في التدريبات من أجل رفع اللياقة البدنية بانتظار وصول المدرب البوسني عزيز بكير للعاصمة بغداد من أجل إكمال المنهاج. هذا الأسبوع تم زرع وحدة تدريبية صباحية ومسائية في يعني يومين متتالية، مع يوم وحدة تدريبية ويتبعها أيضا يومين متتالية صباح مسائي يومين الأربعاء والخميس. بدأت مستوى اللياقة البدنية تصعد عندهم تدريجيا، مع العلم هو كان يعني حتى فترة الكوفيد 19 هم كانوا مستمرين في تدريبات داخل، يعني سواء بالقاعات القريبة على منازلهم أو داخل منازلهم. المنتخب سيكمل التصفيات في البحرين،
إذ سيواجه لبنان في 26 من الشهر المقبل والبحرين يوم 29 من الشهر نفسه، وهنا لابد من تحقيق الانتصار في هاتين المواجهتين، عكس ذلك سيتأزم الموقف. مستوانا تدريجيا بدأ يرتفع، اللياقة بدأت ترتفع، وبانتظار المدرب يجي يعني مود نكمل أمور السيستم والتكتيك وهاي الأمور، وتوفيق من الله بعد، يعني احنا نسوي اللي علينا وإن شاء الله. يعني هو موضوع صعب بس مو مستحيل، مجموعتنا يعني مو مجموعة ضعيفة. بدأ الاتحاد العراقي بدعوة لاعبين والكادر التدريبي اللي هو المتمثل مدرب اللياقة دكتور علي، والتعاقد مع مدرب كادر تدريبي مع كادر طبي تركي للانخراط في التدريبات، ومن ثم الدخول في معسكر خارجي، ومن ثم الدخول إلى البطولة، وإن شاء الله ربي نعكس صورة جميلة لكرة السلة العراقية. الإخفاق في الماضي يضاعف الجهد والاستعداد للمستقبل، ومستقبل سلة العراق في التصفيات الآسيوية والمونديالية معقد لكنه ليس مستحيل. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. وبمناسبة الذكرى 18 لتأسيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، أقامت اللجنة مهرجانا رياضيا بحضور العديد من الشخصيات الرياضية وغير الرياضية. زيد غالب كان حاضرا وعد لنا التقرير التالي، نتابع. عيدان تزامنا بيوم واحد كان فرحة لعائلة اللجنة البارالمبية. الأول كان بمناسبة الذكرى 18 لتأسيس اللجنة، أما الثاني فهو اليوم البارالمبي العالمي. الاحتفالية جاءت برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي ساند أبطال الهمم. أني سعيد أنه أتواجد اليوم فيما بيناتهم ونحيي هاي الذكرى سويا. هذه اللجنة اللي عملت وما زالت تعمل وستعمل إن شاء الله في المستقبل على تحقيق إنجازات رائعة للرياضة العراقية، يجب أن تحظى بكل الرعاية والاهتمام من الدولة. الحقيقة ما شاهدت اليوم من هذه القاعة وهذا التنظيم الحقيقة مبعث فخر واعتزاز. يمكن أحيانا أدخل إلى مكانات أنزعج، ولكن اليوم دخلت إلى هذا المكان وأنا يعني سعيد جدا. بهذا اليوم احنا بالذات عندنا نشاطات اللجنة البارالمبية، اختارينا هذا اليوم لأن هو اليوم اللي تأسست به اللجنة البارالمبية أن نعيد نشاطاتنا بعد جائحة كورونا. نتمنى أنه خلال الفترة القادمة راح تكون معسكرات مكثفة لدورة الألعاب الأولمبية. تعرف مثل ما تعرف احنا عندنا إنجازات خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو، نتأمل في طوكيو أن تتعزز هذه النتائج ونتمنى أن نتوفق بها. اليوم فرحانين كل الرياضيين أنه إعادة النشاطات. حضور كبير من الشخصيات الرياضية وغير الرياضية شهدتها الاحتفالية التي تنوعت بفقراتها العديدة، منها الإشادة بكلمات الثناء والتقدير من قبل المسؤولين، لتنطلق بعدها الفعاليات الرياضية كالطائرة من وضع الجلوس والمبارزة على الكراسي وعروض أخرى أمتعت كل من حضر المهرجان. الحقيقة اللجنة البارالمبية الوطنية كما تعرفون وأنتم أهل الإعلام يعني وتعرفون إنجازات اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، نوعد بهذا اليوم إن شاء الله يوم تأسيس اللجنة البارالمبية، نوعد الشعب العراقي والرياضيين بصورة خاصة إن شاء الله من تحقيق الإنجاز العالي أكثر من ما تحقق إن شاء الله بالبرازيل. هذه الشريحة المهمة لها دور فاعل وكبير في إطلاق الفرحة لكل الجماهير المحبة لهم من خلال حصولهم دائما على إنجازات بمختلف الصعد، أعطى للرياضة هيبة كبيرة ليدونوا أسماءهم بصفحات التاريخ الذي سيكون شاهدا عليهم في كل العصور والأزمان. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. وقبل الختام تذكير بعناوين النشرة. إدارة الديوانية تقيل حازم صالح وتسمي سعد حافظ مدربا للفريق. وزارة الشباب والرياضة تقيم مؤتمرا لتطوير مراكز الموهبة الرياضية. المنتخب الوطني بكرة السلة يواصل تدريباته استعدادا لإكمال تصفيات كأس آسيا.
وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.